منه تكون مثل أعلى كل الناس على قدر الدار الثاني، تكون مثل أعلى للدار الثاني. طبعا إذن العمل الجاي عمل إحنا الشباب لازم نتكاتف ونخلو خلافاتنا نضربه، أن إحنا في عمل الخير ده لازم نكون صباحين نكون أول ناس أي عمل خير قارف دار الثاني ده نكون إحنا قاعدين. واليوم نساوينا ندار وداء التدريب تم بسلام الحمد لله، ما فوق الزر يتأوق والناس كلهم مبسوطين ورجعوا بسلام. لو لا النساء دار وداء التدريب بتم، لكن ما بالطريقة الطلاسمة ده والله. لو ما النساء، النساء طلعوا أكثر من 7000 سوريك، وخلي الجداد والحجاز آخر بجيبنا ما نعزمه سوريك كده بأكل ده مسجل له أكثر من 7000 سوريك كده نساوينا ندار وداء. إذن انت شاب انا دار وداي كلكم المفروض تشتغلوا على نساكم وبناتكم كلكم شاب انا دار وداي. ولو في جائزه بدوها ده في دار وداي دي يدوها للنساء دار وداي. نساء دار وداي ربكم اسم انا دار وداي. النساء في دار وداي حتى لو مره واحده الليله الناس نسائين في كانتون مجوبك نسائين عند دار وداي الليله رفعوا اسم انا الجاد واسم انا دار وداي. الشيء اللي بقى في مجوبك ده ما حصل نهائي في العالم. كان شيء حصل كل الناس بيقولوا في ناس سووه قدامهم. في دول بيجوا منها ناس لاجئين في حروبات مشاكل، في دول بلموهم وبيجيبوهم المنظمات، لكن نساوين دار وداي استقبلوا اللاجئين باكل وشراب وبيقولوا الفي بيوتنا كلنا نقسمه معاكم. الليله امريكا واوروبا كلها تتكلم بالكلام. عشان علينا الليله في دار وداي لو ما النساء علينا اسمنا كان ما طلع زي ده. الليله النساء دار وداي وطلبوا اسم حنجات الما بارد دار وداي كلنا في امريكا في المنظمات الدوليه في اوروبا في استراليا في الدول العربيه. خمس يوم رفيقات تتكلم في شاق المره بيقولوا شيء اللي حصل في دار وداي ده وما حصل في تاريخ العالم. اذن عن هنا خلينا نكون عن هنا عفيفين وشريفين زي ده. اسمنا دائما نكون برا في السماء زي ما نساوين دار وداي ظروفه تاريخنا دار وداي وتاريخ حنجات ده حسوا كلها دار وداي ده بلني ساعه ما بمشي ولا شيء في الجميع. عشان كده خجالين نحترم نسانا ونخدرهم ونشيلهم في الآل زي ما شالوا لنا دار وداي. الله ان شاء الله خلينا نتوحدوا كلنا كلمتنا تكون واحده. كلنا اللي قاعدين ده امهاتنا نساء، اخواتنا نساء، بناتنا نساء، زوجاتنا نساء، جداتنا نساء، خالاتنا نساء، عماتنا نساء. خلينا نحترمهم وكل التخدير وكل التخدير لكل النساء دار وداي وكل التخدير لكل نساء جامع. وان هنا ان شاء الله الى الامام ونقول تنمية دار وداي ونقول لا للخراب ونعم للتعمير. وآشد دار وداي هر وآشد جاف. كلنا علينا شعبنا دار وداي، كلنا نسانا ورجالنا رجالنا علينا من خلف رئيس الجمهورية كلنا نسانا. رئيس الجمهورية الشيء البدور شاف هنا دار وداي، الشباب هنا دار وداي ونساء هنا دار وداي. البدور رئيس الجمهورية قال لهم نعم نسوي لكم الدور. إذن الرجل كفى ووفى الدور علينا نحن نقيفه من خلفه كلنا نسانا ورجعنا أطفالنا خلفه ونقيفه خلف حكومتنا الرشيدة ونقيفه خلف حماية وطننا إن شاء الله. وأنا ناس لكم دي ما نشكركم زي ما قلت لكم كان شكرتكم وخشيتكم. إذن أنتم الملوك حقكم، السلطنة حقتكم، انتوا تربطوا سلوككم يا تقيفوا الشيخ والجاهد كل في راسكم. الله الله الله.